زين راح اكتب لك حبوب تاخذهن. دكتور الله يخليك، يعني طفله وتكتب لها على حبوب وانا هم دكتور فاهم السالفه، يعني انا اقصنف. طيب سهله، شيء جديد علاج حديث. حاضر ايه تدلل هسه اسوي لك لها علاج جديد. هاي شنو دكتور؟ مو حضرتك ما خليت قدامي اي حل غير بس اطقطق لها حرمال. انت ليش تزعل دكتور؟ حتى خوفت البنيه، يعني قلت لك انا هم دكتور بس بيطري. واني شنو قدامك؟ حولي لو هايشه.